الله يعطيكم العافية. حضرتنا اليوم اللي هي جافا سترينج كلاس ميثودز، هي نيو بروجكت. خلينا نشتغل على البري ديفاين ميثود التابعة للسترينج. string str equal welcome. اول واحدة اللي هي ايش، شو قلنا عنها؟ character at، اللي هي مثلا لو بدنا نطبعها str dot character at zero، قلنا هون هاي run، شو بدي يطبع؟ الw. لو طلب مني بالسؤال حكى لي اطبع لي اياهم كل واحدة على سطر، شو قلنا؟ فور لوب من صفر الى اللينث تبع السترينج، نطبع لي اياهم كل واحدة على سطر. هاي فور انتجر اي ايكوال زيرو، اي اقل من str دوت لينث اي بلس بلس. وين رحنا؟ سيستم دوت برنت، لا 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 بزبطها هنا. شو str dot character at الاي، وهاي نعملها comment. هاي هيك قاعد بطبع لي اياهم كل واحدة، كل حرف فيها على ايش؟ على سطر. طيب وهاي كمان comment. خليني اشوف السبسترينج str dot ميثود الثانية substring اللي هي نعطيها البداية. لو هيك اعطيناها substring من صفر راح يكمل ايش؟ الباقي لحاله، يعني راح يطبعها هون. شو ايش راح يطبع؟ welcome. راح يطبعها ايش؟ welcome. طيب لو خليناها مثلا من اثنين، اللي بعد اثنين، صفر واحد اثنين، من ال L L C O M E، تمام؟ هاي أول واحدة. الثانية start wind index، start wind index صحيح، واحد واثنين مش اثنين وواحد. هون مثلا من اثنين للأربعة start index وين؟ اثنين. wind index وين؟ أربعة، اللي هي ايش؟ صفر واحد اثنين L اثنين C ثلاث، والاو أربعة. إنه هي هاي عبارة عن إيش؟ start index من عند اثنين بلش. وين تنتهي؟ عند أربعة سهلة. عند اثنين بلش وعند أربعة تنتهي. والأربعة ماله؟ مش دافع. من اثنين عند أربعة إيش هي؟ صفر واحد اثنين، هاي ال. والأربعة شو هي؟ الاو. خد إيش؟ اللي بينهم اللي هي إيش؟ ال وسي. اللي عند الأربعة ما تاخذ. هاي شفتوا في ستة مرة ثانية. هاي ال او سي. شو كمان في؟ contains مثلا str dot contains. طبعا هاي شو بترجع؟ ايوه true او false. هل فيها w؟ طبعا case sensitive ها. يس، يعني انا كتبت دبليو كابيتال لانه اللي عندي ايش؟ دبليو كابيتال. اما لو كانت مثلا دبليو عاديه، هاي دبليو هيك موجوده. هل الدبليو هاي موجوده جوا ويلكم؟ فولس فولس. بدك تشوف انه هل هاي موجوده جوا السترينج او لا. كمان ايكوالز، هاي عرفناها، خدناها قبل. equals str dot equals ل str ثانية، لأنه قلنا ما بصير object تساوي object. زي لما الأري بدنا نفحص تو أريز مع بعض، شو بدنا نساوي؟ لازم أول شيء نفحص اللينث، بعدين نمشي بلوب index index إذا بيساووا بعض ولا لا، القيم اللي جوا. ما بصير array 1 تساوي array 2، حتى لو كانوا بيساووا بعض راح يرجع لي false. لأنه إذا هاي object بيساوي object بيدور على إنه هل التنتين بيأشروا على نفس الريفرنس ولا لا. الري اوبجكت كيف بعرفها؟
انتجر كذا ايكوال نيو انتجر كذا، صح ولا لا؟ اوكي، فالايكوالز كمان بنعرفها از امتي برضه. شو بترجع برضه بوليان ترجع ترو او فولس من اسمها شو معناتها؟ فاضيه نل فيها ولا لا؟ از امتي اذا ما كانش فيها ترجع ترو. كونكات هي اس تي ار برضه طبعها str dot concat لهاي. شو معناتها concat؟ دمج concatenation، زي لما نكون string plus string ثانية. شو تدمج؟ welcome مع هاي، بتصير welcome بعد الاي هاي. هاي خلينا ننفذهم كلهم. طبعا فولس لمين؟ كونتينز للدبليو، بعدين هاي فاضيه، لا هي مش فاضيه، فايش بيرجع لي؟ فولس، بعدين الدمج تبعتها ويلكم هاي طبعها. عظيم. كمان ريبليس، طبعا ريبليس شو معناتها؟ بدل، يعني بدك اولد ونيو، بدك قديم وجديد، بدل لي كل قديم بجديد، تبدل احرف. بس شوف هاي كلياتها، يعني هون لو بدك ترد تطبع الاس تي ار شو راح يطبع لي اياها؟ ويلكم وباي. لا لا، اطبع لي مره ثانيه الاس تي ار، شو راح يطبعها؟ ويلكم. اطبعها ويلكم، لانه ما غيرت عليها، انا قاعد بستخدم الميثودز بس. انا متى بغير على اي فاريبل؟ بالايش؟ بالاسايمنت بريتر الايكوال، يعني اس تي ار تساوي اس تي ار دوت كونكات. ساعتها شو بغير؟ ما دام ما في تساوي بالاس تي ار، هو بس قاعد بيستخدم الميثودز، مش قاعد ايش بغير ايش عليها. بس مثلا اذا بدي اياها تصير ويلكم هاي، بدل ما ارفع شو بقول؟ شو بقول له؟ اس تي ار ايكوال اس تي ار دوت كونكات مع الهاي. ايتها هي ويلكم هاي، هذا الناتج بدل ما اطبع وين بخزنه؟ بالسترينج. بس هذول كلهم ما بيغيروا على السترينج الا بالايكوال، لازم يكون في ايش؟ في ايكوال يبدل على السترينج. وهون نفس الشيء، لو قلنا له ايش؟ لو قلنا له system.print str.replace كل اي بايش؟ بستار. بدل كل اي بايش؟ بستار. تغيرت على السترينج؟ ما تغيرت، ولكن الميثود اللي استخدمتها شفت الاوتبوت تبعها موجود عندي. هاي الريبليس. ايش كمان؟ ريبليس وريبليس اللي هو كاركتر سيكونس، يعني مش ضروري بس حرف واحد، ممكن تكون سب سترينج. يعني مثلا هون بدل لي كل اي وال، بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير، بس يكونوا ورا بعض ان اوردر. يعني كل اي وال شو يبدلها؟ بستار ولا بستارين؟ وحده. بستار وحده، يعني كل حرفين بدل اياها بايش؟ بستار. شو بدها تصير؟ هاي اذا بدي انفذها شو بدها تصير بسرعه؟ دبليو ستار سي او ام اي. نيكست. في equals ignore case، لنكتبها بس هاي equals ignore case. هاي مالها؟ بدون يس. هاي ايش بتشيل لي مشكلة الكيس سنسيتيف، يعني الكابيتال اخو السمول وسمول اخو الكابيتال، يعني ما في مشكلة دبليو صغيرة دبليو كبيرة مش فارقة، بس المهم ايش يكونوا الاحرف زي بعض. كمان equals ignore case و replace. شو كمان؟ هاي لازم تنحط ب if statement يعني عشان يفحصها، يعني true false. طيب return an array of bytes مش مهمة، integer index of st كمان str dot index of ايش مثلا؟ of c.
index of شو معنى index of؟ الindex تبع الحرف اللي حطيته. طب لو كان عندي أكثر من حرف؟ هون عندي C index of C شو راح أرجع؟ صفر واحد اثنين ثلاثة. طبعا هون E و L شو خلاها؟ star بدالها وهون رجع لي ثلاثة. طيب هون حطينا E رح رجع لي واحد. اللي بيحكي عنه زميلنا بعد هاي البرميتر حط فاصلة ثانية ودور لي عليها مثلا بعد الاثنين اللي هو من وين يبلش يدور. شو راح يطلع لي هون؟ ستة اللي هي ايش؟ الاي الثانية بعد اول اي شافها. كمان تو لور كيس طبعا مدامك كلمتين اذا تو الال كابيتال والسي كابيتال من اسمها شو معناتها؟ تو لور من كابيتال لسمول ها؟ والثانية تو ابر كيس شو بتساوي لنا هاي؟ بتحولنا اياها سمول الى طب واذا كانت اصلا كابيتال زي ما هي ترم بتقص شو بتقص؟ السبيسز بس من وين؟ لا شوف ها مثلا هاي السترينج هيك في سبيس مثلا هيك الاس تي ار ويلكم دقيقة عمل هذول كلياتهم كومنتات هيك اس تي ار لو بدك تطبعها بتطبعها زي هيك دبليو اي ال بعدين ايش؟ سبيسز بعدين ايش؟ سي او ام اي لو حطينا ترم هل بقص السبيسز اللي هون؟ لا ما بقص السبيسز اللي هون. الترم بقص من وين ومن وين؟ من البداية ومن النهاية. يعني لو كان في سبيس طبعا هيك على هاي السيستم دوت ار دوت برنت هلا لو طبعنا الاس تي ار شو راح تطبع؟ زي ما هي بوجود ايش؟ السبيسز. هلا لو عملنا ترم اس تي ار دوت ترم ما شال السبيس لو انه بالبدايه والنهايه ولكن اذا كان في هون سبيسز بالبدايه وبالنهايه شوفوا اذا بدي اطبعها عادي راح يترك سبيس بالبدايه وايش سبيس بالنهايه ولكن اذا بدي اعمل لها str dot trim قص البداية والنهاية شو صار؟ قص السبيسز اللي موجودة وين؟ بالنهاية بالبداية وقص السبيسز اللي موجودة وين؟ بالنهاية، طبعاً إذا بدكم تشوفوا البداية والنهاية شيلوا هاي بتبين عشان البيلد سكسسفول طلعوا هون كانت ايش؟ ملزقة، أما لو كانت من دون ترم خلينا نطبعهم التنتين بدنا نشوف البيد سكسسفول طلع وين رايحة؟ لبعيد هاي خليها كومنت وهاي شيلها شال الفراغ من البداية ومن النهاية فالترم ما بتشيلنا بتشيلنا بس السبيسز اللي وين موجودة ستارت والاند بيجنينج واندينج ايش كمان؟ هذول مهمين في كمان اثنين ثلاثة لازم تشوفوهم طبعا هاي راح اسيبها ان شاء الله بالتصوير في اشي مش موجود بالورقة او اني انا مش شايفه تحول السترينج الى كاركتر اري مش قلنا السترينج هاي عبارة عن اري اوف كاركتر تمام طب لو هاي كلياتها بدي احولها الى كاركتر اري شلون يا اما بميثود جاهزة يا اما باستخدام البرمجة شلون باستخدام البرمجة يعني عندي ويلكم هاي بدي اخزنها جوا اري اوف كاركتر شلون اول شيء كاركتر AR equal new character yes str dot length أول شيء عرف لي array of character السايز تبعها نفس سايز السترينج بس الاري اوف كاركتر شو بياخذ حرف حرف فهسه دوري شو اقسمهم زي ما اخذنا كمل يا هندي 4 integer i equal 0 i اقل str.length ar
هيك بتحولها الى كاركتر اري. هم هياتهم 25 وحده شباب، ما هم مش 25، هم بيطلعوا 10 بس كل واحده عشان بتاخذ باراميتر، يعني لو عملنا هيك لو عملنا هيك. والامثله موجوده. شو سالتني على الابر؟ هاي سترينج str2 تساوي str dot to upper case. هاي system dot print str2. كلها بحولها إلى upper case. ممكن تحط حرف معين. شو هي اللي بتحول character array دغري؟ ar2 equal str dot to كاركتر اري. ايوه هاي عرف لي كاركتر اري، حول لي اياها الى ايش؟ الى كاركتر السترينج هاي نفسها، حول لي اياها الى كاركتر اري. بس اللوب يعني وين الجمله؟ هاي الطريقه البرمجيه. هاي بري ديفايند خلص على طول، هاي لحالها شو بتساوي؟ من دون فورم بحولها. لا خلص هيك حولها خلص. حدا عنده اي سؤال؟